لا أنا ما أقصدش كده طبعاً، ده كان مجرد تشبيه. هي دماغك دي جرى فيها حاجة؟ أنت فعلاً شايف إن أنا شبه النحلة؟ خلاص أنا آسف يا أنيتا. لا أنا مش مسامحاك. لا اوعي تقولي كده تاني، أنا لا يمكن أقدر أعيش وإنت زعلانة مني. طيب خلاص هسامحك بس بشرط. إيه هو الشرط ده؟ أنا شرطي إنك تجيب لي شوية عسل نحل نقي. هو ده شرطك يا أنيتا؟ ما تشغليش بالك، أنا هروح أجيب لك أنقى عسل مستخرج من خلية النحل نفسها، وكمان هوصله لك لحد عندك. أنا متشكرة ليك جدا يا تيواري. معقول؟ لقيتها. لقيتها. ممكن تقولي أنت هنا بتعمل إيه؟ تصدق كنت لسه برضو هسألك نفس السؤال، بتعمل إيه هنا؟ ولا حاجة، أنت بقى بتعمل إيه هنا؟ طالما مش جاي معايا دغري فأنا بقى جاي أجيب شوية خضار، عشان نفسي من زمان في شوربة خضار. اسمعني كويس، أنت تتكلم معايا عدل بدل ما علمك الأدب دلوقتي. أنت إزاي تتكلم معايا كده؟ غبي. اخلص وقولي أنت هنا ليه؟ في الحقيقة أنيتا كانت عايزة عسل نحل نقي، وأنا قررت آجي هنا علشان أجيبهولها بقى من على الشجرة دي. أنت هنا ليه بقى؟ علشان أنجوري هي كمان عايزة عسل نحل نقي من خلية النحل نفسها، فأنا جيت هنا أدور على واحدة. دول ناس ما عندهمش أي أخلاق خالص ولا عندهم مبادئ. لو عشان أنجوري خلاص اطلع هاتهولها. لا انا سايب لك الطلعه دي، اتفضل. هو شايح فين كده؟ فكيها سبيل لاي حد؟ تعملوا اللي انتوا عايزينه وانا بتفيج. اهو وصل اكتر واحد ما عندوش اخلاق هنا. ما حدش فيكم هيقرب للخليه دي. ايه؟ لا معلش بقى. انا ليه ما اقربش منها؟ هو انت ليه مهتم بخليه النحل دي؟ بقول لك ايه يا تيواي، بطل لو سمحت تناقشني كتير. استخياج العسل من خليه النحل ده يعتبر جريمه. بيقول ايه الكلام الفاضي اللي بتقوله ده؟ احنا عايزين عسل، يعني مفيش حاجه مش قانونيه. بقولك ايه، انت ممكن تطلع عادي على الشجره وتاخد العسل اللي انت عايزه من الخليه بيحتى خالص، لكن على الاقل اديني اي اكراميه، لازم استفيد. انت عايفني، هات بقى 500 يوبيه. يعني عايز اكراميه؟ كويس، يلا هات الطوب ده معايا. يلا. ايه بتعملوا ايه؟ استنوا بس، ده انتوا كده هتخلوا النحل يقيصني. شخص غبي. بقولك ايه، الخلية دي كبيرة، هناخد منها عسل كتير. عندك حق. طب ايه، مش يلا؟ الخلية دي هتدينا اكتر من اللي عايزينه، بس عادي، المهم انه عسل نقي. يلا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.